واحد من القلائل اللي استمروا إلى نهاية الموسم مع فريقهم. الجولات الأخيرة وفي المباريات الأخيرة، وهذه كرة تلعب عرضية رأسية مرة دهر بدون أي مباراة رسمية، هذا صعب جدا، لكن هذه آخر مباراة وهذه رأسية. الله الموجودة في تشكيلة الفيصلي في هذا أو في الشباب في هذا المساء، يلعب عرضية جديدة، مر بروعة داخل منطقة الجزاء يبحث عن فرصة للتسديد، لكن الكرة ضعيفة بالقدم اليسرى. ثم الفيصلي ب 31 هدف، هذه فرصة وتسديدة روعة، أخطر المحاولات على الإطلاق تأتي. الآن على صدارة الهدافين ولويس جوستافو واحد من الأسماء المميزة، تصل عند منصور حمزي عرضية على القائم الثاني، ليست لأحد، لا يتواجد لاعب من الفيصلي على مستوى القائمة. فخر أيضا واعتزاز بالنسبة للفيصلاوية. هذه الكرة الآن تصل عند روجيرو، روجيرو والتسديدة روعة روعة، مستحيلة مستحيلة، لقطة لا تتكرر كثيرا. الله على روعة الشباب، شوف شوف اللقطة، شوف الذهول، ما هم صدقين ما هم صدقين، حتى انت يا ناصر مو مصدق. يا الله، علي مجرشي في أول مشاركة بقدم يسرى، بقدم يسرى، روعة اللقطة روعة. شوف شوف العرضية، شوف كيف استقبلها، شوف كيف قرر، شوف كيف قرر أرسلها. الله الله، واحدة من أروع الأهداف، واحدة من أجمل الأهداف التي سجلت في دوري المحترفين. شوف كيف نزلت، يا الله، هذه ما تشاهدها حتى في البلاي ستيشن، ما تشوفها حتى في البلاي ستيشن. الكثيرين تفرجوا على هذه المباراة لن ينسوا لن ينسوا. سريعا لقطة ثانية، فرصة ثانية، تسديدة عبد الوهاب، هذه الكرة، لكن الآن الكرة تصل وتعود عند ناصر، ناصر هو الآخر يسدد لكنها صعبة، مثل المهاجم الجزائري الأخير اللي خرج من نادي الشباب من بنيطو. لكن الآن فرصة، فرصة عند الفيصلي للتعديل، وصلت عند جوستافو لكنها لحارس المرمى بدلا من أن يلعبها. مباراة أيضا ختامية لدوري المحترفين هذا الموسم، ستكون خير ختام. بدأ طبعا مدرج الفيصلاوي يمتلئ، وهذه كرة ثابتة تلعب داخل منطقة الجزاء براسية، ورباعي مرت من أمامه وصلت إلى دفاعات الشباب. توب راح يستمر بهذا المستوى مع هذا الشنب، ليش لا؟ لكن الكرة الآن تصل براسية فيصلاوية، فرصة قريبة عند الفيصلي، راسية مبعدة. لا، هذا هو أخطر لاعب حتى الآن من الفيصلي على مرمى الشباب. كانت له محاولتين، واحدة تسديدة كانت قريبة جدا من مرمى فاروق مصطفى، والثانية كانت بعيدة. جديدة، جوستافو متعاهد الكرات الثابتة، يرسلها داخل منطقة الجزاء براسية، لكنها تصل عند الثابت في مكانه. لويس يلعبها عرضية على القائم الثاني، راسية مرت ووصلت، والضغط مستمر، والكرة تبعد عن طريق حسن معاذ في لقطة هي الأخيرة. فعلا تأتي معها صافرة الحكم إيفان بيبيك لتعلن نهاية الشوط الأول. إذن انطلق الشوط الثاني عن أداء كل اللاعبين، ولم يجري أي تغيير، بينما الصربي رازوفيتش لم يكن راضيا عن بعض اللاعبين، عن بعض العناصر في مصر بإسكو، إسكو عنده في بعض اللمسات، لكن هذه فرصة جوستافو للتعديل. جوستافو لم يعطيهم فرصة للتنفس، دقيقة واحدة لم تكتمل، جوستافو أرسلها، جوستافو سجلها لمصلحة عناب ستير. الهدف الأول يأتي بعد الثواني الأولى. ماذا قال لهم رازوفيتش لكي ينطلقوا بسرعة الصاروخ في الشوط الثاني ويعدلوا النتيجة؟ الله على جوستافو، الله على عناب ستير، شوف كيف عدلها، شوف كيف من أول هجمة، من أول لمسة، في العمق في العمق، بحث عن اختراق دفاع الشباب اللي كان مرتبك، كان ما بعد دخل جو المباراة في الشوط الثاني، يعني مع الثواني الأولى، لكن جوستافو كان حاضر بذهنية. لاعبي الفيصلي نزلوا أرضية الميدان قبل الشباب بكثير، وكانت النية واضحة، الرغبة الكبيرة الفيصلاوية في تحقيق نتيجة. الآن عند صالح جمعة، صالح جمعة يمرر فرصة، هذه فرصة خطرة شبابية، بسرعة بسرعة، الله
اللعب السريع، القطار السريع، خالد كعبي ينطلق بسرعة رهيبة، بسرعة رهيبة المعروفة عن هذا اللاعب. اللقطة التي أعجبت المشجع الشبابي، صفق مع أولاده وربما يحكي لهم مستقبلا عن ذكرياته مع الشباب، لكن الآن الحاضر يحكي أنها انطلاقة سريعة كانت من الكعبي، جاء معها هدف التقدم من جديد. أجمل بداية هي بداية الشوط الثاني بوجود الأهداف. شوف اللقطة، شوف كيف كسب السرعة مع إيغور، مع إيغور المدافع الصلب البرازيلي، لكن كعبي أسرع، كعبي المعروف بانطلاقاته السريعة، بسرعته 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 وصل إلى شباك الفيصلي ووضعها. هدف ثاني للشباب، كان يلعب على الأطراف في أكثر الأحيان، لكن الكعبي لعب مكان الشمراني وسجل بطريقة رائعة، لكن هذه فرصة، فرصة، الله! كل مرة يتأخر الفيصلي يجي جوستافو، يجي جوستافو يعدلها، جوستافو يعلن الأفراح من جديد، جوستافو يعدل للفيصلي 2-2 2-2. يا الله، أعتقد أنها أكثر 5 دقائق إثارة، أكثر 5 دقائق فيها أهداف في دوري المحترفين هذا الموسم، تأتي في أول 5 دقائق في الشوط الثاني بثلاثة أهداف، جوستافو عند 2 والكعبي سجل 1 والتعادل 2-2. في 5 دقائق عدل الفيصلي، في 5 دقائق تقدم الشباب من جديد، في 5 دقائق عدل الفيصلي من نفس اللاعب لويس كوس للتقدم من جديد. حسن يتقدم، حسن يلعب عرضية، فرصة، فرصة ما كانت بالشكل المطلوب، رأسية ناصر ما كانت بالشكل الممتاز، في آخر لحظة تردد، شوف العرضية كانت ممتازة في المكان المناسب. بعد أن قدم شوط أول أيضا جيد، لكن في الشوط الثاني يظهر أكثر، في الشوط الثاني هو المنصة لهجمات الشباب، تمريرات رائعة، فرصة، هذه فرصتك يا الله. في هذه المباراة كان احتياطي وأعطى الإضافة الآن، وتسديدة من عمرو بركات، تبعد وتعود إلى حسن معاذ، التسديد من خارج منطقة الجزاء، واحد من أهم الأسلحة بالنسبة للشباب في الفترة الماضية، والآن عمرو بركات وتنقل الكرات وسقوط، والحكم يشير لاستمرار اللعب. هذه محاولة، فرصة شبابية، وتسديدة تأتي لكن هذه محاولة رأسية، محاولات الشباب لا تتوقف، صاحي لهم خيبري، والكرة تتحول وصلت في المكان المناسب، تسديدة سعد الأمير، تصل عند صالة، جمعة يحول الكرة إلى جوستافو، جوستافو لويس، عرضية إلى روجيرو، روجيرو لا يتعامل مع الكرات العالية بشكل جيد، روجيرو تأخر، روجيرو مر من أمام خيبري وسدد، وستيري ينجح في أول اختبار، روعة. تمريرة الرد وصلت إلى جمعة من جديد، جمعة مرر، لكن سعد الأمير أبعد الكرة وأرسلها الآن إلى غازي، الآن ينفذ الكرة الثابتة، فهد يرسلها داخل منطقة الجزاء، تمر من الكل بشكل ممتاز. هذه اللقطة الأخيرة من روجيرو، صاحب 6 أهداف سجلها للفيصلي هذا الموسم.